Hello guys, مرحبا بكم في لا فيديو بارتي الثانيه من بريباراسيون سوتنانس رابور دو ستاج بي اف او وكاع داكشي. دونك في لا بارتي الاولى هضرنا على لو رابور وهضرنا على لو ستاج بي اف او اون جينيرال. في هاد لا بارتي غنهضروا على لا بريباراسيون لا سوتنانس ديالكم وكاع داكشي اللي فيها. دونك لا سوتنانس اللي معروف عليها سي كو كتكون فحال ان اكسبوزي اون بريزونطاسيون كيكون عندكم لي ممبر دو جوري اللي كيكون فيهم لونكادرون ديالكم ولي زانفيتي اللي كيجيب معاه باش يحضروا معاه ويكونوا جوري معاه باش ييفالويو لو طرافاي ديالكم وباش ييفالويو داك لو رابور اللي عطيتوهم وداك لو ستاج بي اف او لا تيماتيك اي لا بروبليماتيك اللي خدمتو عليها. دونك اون جينيرال لا بريزونطاسيون كتكون فيها من 15 حتى ل 20 مينوت. حنا هادشي اللي كان زعما لو كا في لو ان سي جي طنجة. دونك اول حاجه خاصنا نركزو عليها باش نوجدو لا سوتنونس ديالنا هي لا بريزونطاسيون سي تادير لو بي بي تي. بحال الفيديو الفايت غادي نخلي لكم في ديسكريبشن باكس صندوق الوصف موديل تاع بريزونطاسيون اللي درت انايا باش هكا يكون عندكم شي حاجه اللي تخدموا عليها وما تبقاوش تالفين. دونك فوالا جيسبر تعاونكم و جو بريفير الا حليتوها حتى دابا معايا باش تشوفوها وانا كنهضر عليها وداكشي كامل. مي بون قبل ما ندوزو الموديل فلا بريزونطاسيون كتكون هي عباره على جينيرالمون لي غروند ليني اللي هضرنا عليهم في الغابور. بيان سور هنايا غنقول لكم كو ما خصكمش ديروا في لا بريزونطاسيون ديالكم شي حاجه اللي نتوما ما فاهمينهاش في لو غابور. سي سور انه غنكونوا في لو غابور ديالنا درنا شي حاجه باش نعمرو لي باج اولا باش لا شي حاجه اللي غتعطي قيمه لداك لو سوجي اللي كنهضروا عليه مي ما فاهميناش مزيان لدرجه اننا نشرحوها اولا. هذا سي نورمال عادي جدا حتى لي بروف راه عارفين هادشي باش حتى لي ممبر ديال الجوري فاش كيشوفوك كتبريزونتي كيعرفوك اكزاكتومون راك ميتريزي سوجي. لا بريزونطاسيون ديالنا من الاحسن انا نخدمو دي تيبيكال بيسيك بي بي تي اللي كنعرفوه كاملين اللي كاين في كاع لي بي سي حتى لي بروف كي بريفيريو لي بي بي تي العاديين ديال باوربوينت. علاش؟ لحقاش سامبل وساهلين واضحين وما فيهمش قوت يعني شي كيخرج من هنا وشي كيدخل من هنا ومن جهه لجهه من ديابو لديابو فيه داكشي يعني سامبل اللي تقدروا ديروا فيه دي زانيماسيون. ودايوغ هنا كنصحكم يعني بلي زانيماسيون بوغ لي بوين لي تيري والجوري كيقدروا يسويو معاك لونشينمون تاع لا بريزونطاسيون. زائد اللي نبغي نصحكم هنا في كوتي شكليات هو خدموا لي كولور اللي يكونوا واضحين بحال مثلا الزرق البيج كما غتشوفوا في الموديل ديالي وما تخدموش دي كولور اللي هما هكا يعني مثيرين بزاف او لما كيعطيوش واحد لاسبي بروفيسيونيل لا بريزونطاسيون ديالكم. زائد الكتابه انا الكتابه جو بريفير تكون كتابه عاديه ماشي داك الكتابه اي دون نو داك المزوقه او لا ما عرفتش. المهم تكون شي حاجه اللي يعني بروفيسيونيل واخا تكون زوينه مي بروفيسيونيل. دونك فوالا كان هذا في لا بارتي يعني شكليات. اوكي سو ها انا دابا كنحل قدامي لا بريزونطاسيون ديالي باش نمشي معاكم دقه دقه وكل بارتي نشرح لكم بالضبط شنو يعني النصائح اللي نقدر نعطيكم فيها كيفاش غادي نقدروا نحولوا لو رابور ديالنا اون بريزونطاسيون ونقدو مزيان داك لي غراند لين. دونك هادشي اللي غادي نشوفو ديابو رقم واحد دونك عادي كيكون فيه يعني لا تيماتيك ديالكم مكتوبه عريضه افيك لوغو ديال لونتربريز لوغو ديال ليكول ديالكم لي زونكادران ديالكم سوا في لونتربريز سوا في المدرسه. الجزء الثاني هو اللي كيكون فيه لو بلان. الوغ لو بلان غنعطيكم هذا ستاندار حاولوا انكم تخدموا عليه قلتلو فيه الا بات لكم نتوما شي حاجه تقدروا تزيدوها او لا غتصلح لكم اكثر باش تبريزونطيو لو سوجي ديالكم. فوالا البلان اللي عندي انا كان هو لانتروديكسيون كونتكست جينيرال. هنا فين بريزونتيت لورغانيزم داكوي كتبريزونتي لانتيغي ديال السوجي ولا بروبليماتيك ولا بروش سويفي. الوغ بور لا بريزونطاسيون دو لورغانيزم داكوي فبريزونتيو غي لونتربريز لو دومين داكتيفيتي ديالها بحال مثلا انا لونتربريز اكس اكس لو دومين داكتيفيتي هو اندستري ايرونوتيك. تقدروا تهضروا شويه يعني على لو شيفر دافير على لا بوزيسيون دو لونتربريز في لو مارشي مي فوالا غي دي انفورماسيون لي خفافين. لانتيغي دو سوجي يعني علاش نتوما غتهضروا على لو سوجي هنا تقدروا يعني تجبدوه من لا بروبليماتيك ديالكم اصلا غتكونوا هضرتوا عليه في لانتروديكسيون. كما قلت في لا بارتي الاولى لانتروديكسيون كتقولوا فيها يعني ها شنو ها شنو ها شنو وهادشي هو اللي خلانا جبدوا هاد لا بروبليماتيك. دونك هذاك سي لانتيغي دو سوجي ديالكم. من بعد كتجي لا بروبليماتيك اي لابروش سويفي. بروبليماتيك عاديه يعني سؤال غتطرحوه ولا بروش سويفي
راه تكون هي لا ميثودولوجي دو ريشيرش حتى هي غنشوفوها هنا، غنخليها لكم في لا بريزونطاسيون. من بعد كنهضروا على لا رياليزاسيون، نيشان كندخلوا في صلب الموضوع. لحقاش لا سوتنونس ما غتبقاش تعرض لو كور ولا لا تيوري، نو نو نو، غندوزو نيشان شنو درتي، لو دياغنوستيك اي لاميليوراسيون اللي كانت. هادشي عنده علاقه يعني بلو سوجي ديالكم نتوما شنو درتو. كنصحكم تشوفوا لا بارتي الاولى باش تعرفوا اكثر، ونحاول نعطيكم كلكو تروك هنايا وصافي. ابري كتجي لا كونكلوزيون. دونك دابا صوبنا الديابو الاولى، الديابو الثانيه، خاصنا دابا نجيو ونبداو نعمرو اكشلي لا بريزونطاسيون ديالنا. دونك هنا نقدر نقول لكم اول حاجه بيغ نو 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 نو، هما ديروش لي باراغراف. علاش؟ لحقاش لي باراغراف يشجعوكم على انكم تبداو تعرضوا داكشي، اولا غتحفظوه وتنوضوا كتجيو كتعرضوه. دونك سورتو غادي يجيب الملل لي مومبر جوري، وغايجيب لهم القنطه، وغيعرفوا كو ما درتيش ان ايفور، وانك ما خديتيش وقت باش تصاوب داك لا بريزونطاسيون، ما بقيتي غير كتكوبي كولي من داك لو رابور. الشيء اللي يقدر يخليهم يسولوك دافونتاج على داكشي ويدخلوا معاك في دي زيكسبليكاسيون اللي انت ما غتقدرش توصل ليهم. خصنا ديما نعرفوا كو لي بروف راه الناس اللي عندهم اون اكسبيريونس، اللي قارين تبارك الله، راه يقدر يجبد لك اي حاجه ويبقى يدخل معاك ويخرج معاك دي ديسكوسيون دي زارغومون اللي غتلقى راسك انت اللي حصلتي في الاخر. دونك من الاحسن نبعدو حنا على هذا الشيء كامل ونيفيتيوه، خليونا غير في لي تيغي في لي غروند ليني، في داكشي خفيف ظريف. خاصكم تكثروا من لي زيماج ومن لي شيما، هذا الشيء كامل في الصالح ديالكم. لحقاش الا هما حسوا بالملل غادي يديروا حاجه اخرى، ولا داروا حاجه اخرى وما داوهاش فيكم. غتشوفوا نتوما هادشي قدامكم الشيء اللي غادي يهبط لكم المورال، وما غتقدروش تكملوا داك لا بريزونطاسيون نتوما مرتاحين. لي شيما لي زيماج لي تيغي غادي يعاونوكم بالعكس انهم تعززوا داكشي اللي كتقولوا وتاكسبليكيوه عن طريق الشوفان. يعني نتوما كتقولوا الهضره مي هما عاوتاني كيشوفوا. دونك فوالا 50% من عندك 50% من عند داكشي اللي كيبان في لا بريزونطاسيون ديالك، وكتقدر يعني المعلومه توصل بطريقه سهله وسريعه. الوغ ندوزو للنصيحه الثانيه اللي بغيت نقولها لكم هنايا، هو خاصكم تكتبوا بحال شي سيناريو او لا بحال شي سكريبت. يعني كيفاش غدوز لا بريزونطاسيون ديالكم من ا لزد، من ديابو الاول حتى لاخر ديابو درتي. انا هادشي اللي كنت كندير بيرسونيلمون وكان كينفعني بزاف، كنشد ورقه خاويه وكنبدا نكتب بونجور جو مابيل جيهان اتيديونت اون كداكدا. بون شفت بزاف نتاع لي بريزونطاسيون اون ليني نتاع الناس، وبقيت كناخد دي نوت على لي مو دو ترانزيسيون لي اكسبرسيون دونشينمون، سيتادير داكشي اللي باين واضح اللي ستاندار اللي انت كتقاد الجمله ديالك على حسابو. اون فيت الوغ ليكزامبل لو بلو فرابون اي اون غيز دانتروداكسيون تا 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 تا. غتشوفو هنايا في لا بريزونطاسيون كاين واحد اللعيبه لتحت كيعطيها البي بي تي، هو فين تقدروا تكتبوا لي نوت ديالكم. الوغ منين كتساليو من هذاك لو سكريبت، انا بيرسونيلمون كنت كنحاول نكتبو بطريقه واضحه وسامبل في هذيك لا بارتي نتاع لي نوت، باش هكا فاش كنت كنبريزونتي كان البيسي قدامي، وكنت مره مره الا مشات لي شي حاجه كنشوف داك لي نوت وكنلقى لونشينمون ديالي ولو سكريبت اللي انا كتبت كنلقاه يعني واضح عندي تما. خلي لكم حتى شي فيديو توتوريال الا لقيتو ديال كيفاش تقدروا ديروا هذيك اللعيبه، وكيفاش تقدروا تافيشيو لا بريزونطاسيون ديالكم تبان غير البي بي تي، من نتوما في البيسي كان عندكم اي لا بريزونطاسيون اي حتى هذيك لا بارتي دي لي نوت باش تجيكم سهله تبريزونطيو. فريمون كنت كنكتب كاع داكشي اللي غيخرج من فمي انا كاتباه، وباش من بعد ماشي غادي نوض نحفظو هكاك بيتمون، لا. هنا كتجي لي طاب سويفونت اللي غنهضر لكم عليها، وهي براكتيس 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 براكتيس. هنا نقدر نقول لكم يعني عطيو راسكم واحد دو سيمين، دو سيمين الا كان عندكم الوقت 3 سيمين بيان سور، مي المهم دو سيمين كتجيني كافيه. ابخي ما كتساليو هذيك السكريبت ديالكم كتامبريميو داك الورقه ديالكم، اولا كتاخذوا اخر يعني حاجه خدمتوا عليها شي حاجه اللي نقيه باش تبقاو هي اللي ترجعوا ليها دائما، وتبداو تقراوها على راسكم، او ميم طون حلوا قدامكم لا بريزونطاسيون اللي صاوبتو، وبداو ديروا اون بريزونطاسيون بينكم وبين راسكم. سي نورمال كيفاش غادي تبريزونتي ما غاتبريزونتيش بنفس الطريقه اللي كتبتي بها. داكشي علاش اصلا الاغلبيه كيكون ما عندوش مشكل مثلا في الكتابه، مي في اللغه كيكون مشكل. لحقاش كتكون كيكونوا دوطخ يعني عوامل اللي متحكمين فيك، بحال لو ستريس، بحال لا بانيك، بحال يعني الدهشه وداكشي كامل. منين انت اشاك فوا غتبقى تحل قدامك البريزونطاسيون ديالك وتقرا على راسك داكشي اللي كتبتي في كل بارتي في كل ديابو، العقل ديالك
اي عقل عليهم بواحد لانشينمون اللي انت علمتيه عليه. دو النهار اللي غادي تبريزونتي ديال بصح انا متاكده اون فوا غادي تبدا اون فوا غادير داك الانطلاقه عقلك بحال غيتفكر كاع داك التايمز اللي درتي فيهم داك البراكتيس وغيبقى غادي في داك لانشينمون. و سي با غراف الا مشات لك نويطه ولا جوج تقدر تمالك راسك سوا بداك لي نوت اللي غتكون انت كاتبهم داكشي باش قلت لكم قبيله يعني هاد القضيه مهمه ومفيده بزاف. او لا تقدر تخلي معاك الورقه ديالك ني تحطها حدا لو بيسي ديالك يعني كاينين بزاف د الحاجات اللي تقدر تمالك بهم نفسك. لي سورتو سورتو ما خصكمش ديرو هو تبانيكيو وتحبسو وتبقاو كتشوفو هكايا في كلشي وكلشي كيشوف فيكم. خاصكم توجدوا راسكم بحال داك لي سيناريو. بالحق كما قلت لكم الا براكتيسيتي واناف انا متاكده انه ما غتلقاو حتى شي مشكل. ماشي دائما غتبراكتيسيو على راسكم. باغ اكزومبل في الويك الاولاني 4 ايام الاولى منو غادي تحاولوا انكم ديروا هاد القضيه اللي قلت لكم بينكم ومع راسكم باش دماغكم يعقل على داكشي مزيان. ودابا غادي يجي الوقت اللي غادي خصكم تبريزونتيو قدام العائله ديالكم حد اللي فريمون غادي يسمعكم وغيستقبل داكشي اللي كتقولوا ليه واخا ما يفهمكمش علاش كتهضروا او لاش تقولوا. المهم يكون قدامكم وكيشوف يعني ويعني شي واحد سيريو باش تقدروا حتى نتوما تحسوا براسكم في داك لونفيرونمون ديال شي سوتنونس او شي حاجه بحال هكا. انا كنت ديما كنجيب بابا وماما اختي ونجلسهم ونقول لهم انا غنبريزونتي عليكم وتنجيب البيسي وتنبقى وحده مور الاخرى وحده مور الاخرى وحده مور الاخرى وكنبقى كنبريزونتي والسكريبت ديالي راه هو في يدي لي نوت ديالي راهم كاينين قدامي في البيسي حتى لما كانوش هما ديسپونيبل. فريمون كنت كنوقف قدام المرايه وكنحط البيسي ونبقى طن 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 وانا كنقول وكنشرح صافي حتى حسيت براسي دماغي ولا يعني تسلسل تاع الاحداث يعني عارف ان هاد الكلمه تبع هاد الكلمه تبع هاد الكلمه ماشي حافظين بيتمون راه داك كيفاش غنقول لكم راه بحال داك التعاون ما بينك انت ما بين السكريبت اللي وجدتي ما بين الديابو اللي وجدتي كتعاونوا بيناتكم. باي ذا واي في اشاك فوا كديروا هاد لي بريزونطاسيون مع لي زامي وفرنس ولا فامي ديالكم حاولوا انكم تديروا كرونومتر وتضبطوا باش تعرفوا اكزاكتومون شحال الوقت كديروا. ما لقيتوا راسكم كتفوتوها فهنا بداو تضربوا على لي زيدي اللي ماشي مهمين ومن الاحسن ديما تبريوريزيو داكشي اللي نتوما فاهمين اكثر. وهاد البراكتيسز هادو غيقدروا يعاونوكم حتى نتوما باش تعودوا على الريتم اللي غتبقاو غاديين عليه في لا بريزونطاسيون باش ماشي نهار مثلا البريزونطاسيون تبقاو غاديين بالزربه وتصدقوا خليتوا الوقت موراكم اولا تبقاو عاوتاني غاديين بشويه وتضيعوا لي 15 مينوت ديالكم وانتوما باقي ما وصلتوش حتى النص اولا شي حاجه بحال هكا. وهنايا سورتو نقول لكم نهار اولا يومين قبل حاولوا الا قدرتوا تدخلوا الاقسام ديالكم ولا كون تمشيو تبريزونطيو تما نتوما صحابكم باش تدربوا. انا هادشي اللي كنت درت دايوغ راه عندي واحد الفلوغ ديال لا سوتنونس اللي فيه نهار لا سوتنونس كامل كيفاش داز من جو بونس لا في حتى لا غدا لي فاش سوتنيت وداز كلشي. دونك سيروا شوفوا الا بغيتوا تشوفوا الاجواء الحقيقيه كيفاش داز. كوم كملوا في لا بريزونطاسيون دونك جوست ابري لا بروبليماتيك وداكشي دونك هادو دي بارتي اللي غادي نعطيهم لكم يكونوا باينين كتجي لا ميثودولوجي دو ترافاي. الوغ هنايا حتى هذا موديل ستاندار اللي تقدروا تخدموه وتبيرسوناليزوه لاي تيماتيك خدامين عليها. اول حاجه هي ريكوير لي زانفورماسيون سيتادير منين جبتي لي زانفورماسيون اللي خدمتي عليهم. اول حاجه لي زانفو اللي كتجيبهم من عند لي ماناجير من عند الناس اللي خدامين معاك لي زومبلوي لونكادرون ديالك اولا لا كانت لا سوسيتي عندها شي سيستيم دانفورماسيون اللي كتخدم عليه فكتقول خدينا لي زانفو حتى من تما. تقدروا تقولوا خدينا لي زانفورماسيون من لو سيت ويب تاع لا سوسيتي المهم شي حاجات بحال هكايا. فير اون كونفرونطاسيون اونتر لي دو هادي بور لو سوجي ديالي انا. نتوما عاوتاني تقدروا تبيرسوناليزيو هادشي على حساب التيم ديالكم. كومبروند لوريجين دي ديسكوردونس يعني هنايا لوريجين ديال لي ديفيرونس اللي لقيت انا ما بين لي دو. نتوما تقدروا تقولوا مثلا يعني كومبروند لوريجين تاع هاد المشكل اولا تاع هاد المشكل وتسبيسيفيو شنو هو وابورتي دي proposition de rectification nécessaire pour le bon paramétrage. Donc هنايا انا حطها على قبل لو تيم ديالي عاوتاني نتوما غتبيرسوناليزيو هذا الشيء على حسب لو سوجي اللي خدامين عليه. كتجي لا بارتي ديال لي رياليزاسيون دونك هنايا كتقول شنو درتي شنو يعني لي تيغان اللي خدمتي عليهم بور شاكا منهم كنت درت جوج لي بارتي يعني دياغنوستيك اميليوراسيون لا بارتي الاولى اللي فيها المشكل وها شنو لاميليوراسيون اللي ابورتينا عليها. هنايا انا كنت كنعزز ببلوزيغ يعني شيما بلوزيغ كابتور ديكران. هاد لا بارتي دو رياليزاسيون تو سامبلومون في لا بريزونطاسيون كتجيني انا ساهله سورتو الا كنتو ساليتو مع لو رابور ديالكم كنتو صاوبتوها بلي بارتي اللي داكشي اللي انا قلت لكم في لا بارتي الاولى فسهل انكم تحولوا داكشي
la présentation. Donc voilà, من بعد كتجي لا بارتي كونكلوزيون. دونك لا كونكلوزيون سهله، كتهضر على مثلا انا هضرت على لا سينكرونيزاسيون اونتر فيزيك انفورماتيك، كنقول لو رول دو هادي اي دو هادي اي باش يدير هكا، ودرتهم على شكل دي تيغي. ولو تقلبوا في لو سوجي ديالكم هكا في جوجل على شي اكسبريسيون تكون يعني باينه، شي اكسبريسيون اللي تقدروا تساليو بها وتعجبكم هكا في المسمع ديالكم، وصافي باش اون فان كونت كتقول لهم ميرسي بور فوتر اتونسيون. وهنايا كندوز la partie questionnement, la partie débat, il a qu'on aurait le sujet, il a qu'on aurait des questions. دونك قبل ما ندوز نهضر لكم على هاد لا بارتي هادي، نهضروا كيفاش نقدروا نحيدوا داك ستريس، كيفاش نقدروا نبريزونطيو وحنايا مرتاحين. دونك اول حاجه قلنا كنعتمدوا على راسنا، على البراكتيس اللي درنا، على لو بيسي، على لي نوت، على السكريبت اللي كتبنا، واحد البارتناريا ما بين هادو كاملين. غتقدروا انكم تبريزونطيو كوميم، غتحيدوا شويه ديال لو ستريس. ضروري ضروري كنحسوا بدات تخبر الرعاده، دينا كتبرد، المهم بزاف نتاع الحاجات. نقدر نقول لكم هما فاش تكونوا كت براكتيسي ونيت، ولفوا راسكم انكم تهضروا بيديكم، فهمتوا؟ لحقاش يديكم بحال غادي تكلفوا بنادم، ما عرفتش كيفاش نقول، مي انا كنهضر بيدي بزاف، وداكشي اللي كنت كندير باش حتى الجوري كيشوفوك انت براسك، تتشوف يعني في لا بريزونطاسيون كتشوف فيهم هكايا. حاجه اخرى اللي نقدر نقول لكم هو خاصك تثق في راسك، هذه حاجه مهمه بزاف. انا نقول لكم واحد الحاجه، حياتكم كامله دازت، شحال دوزتوا فيها من ساعه، شحال دوزتوا فيها من ساعتين، واش 20 دقيقه 15 دقيقه غادي تخليك توتر لواحد الدرجه اللي غتقدر يعني بحال ما عرفت شنو غيوقع؟ لا، انا ديما كنت كنشوفها هكا، كنقول صافي جيها بقات لك 15 دقيقه، بقات لك 20 دقيقه وتسالي مع المدرسه. باش كنعطي لراسي يعني واحد الكونفيدنس، باش كنعطي لراسي واحد القوه انه نقدر ندوز داك لي 15 مينوت وانا مرتاحه. سي فري ما كتكونش 100% حاضر في داك لو مومون، مي كي غنقول لكم انا بعدا حسيت به داز عليا دغيا دغيا، تيلمون كنت زعما براكتيسيت، تيلمون صافي فاش بديت حسيت براسي تانفيسيت فداك لا بريزونطاسيون. البرين يعني عاقل اكزاكتومون على لونشينمون د الحاجة، مي كتكونو نتوما عاقلين على لونشينمون بالفهامة ماشي بالحفاظة. جيسبيغ تكونو فهمتوني. الحاجة الأخرى اللي ديما كنحاول نقولها لراسي باش منبقاش يعني ستريسي بزاف، جيسبيغ تفهمو ليدي، مي كنقول دابا أنايا شنو ما بغيتش، انا ما بغيتش انا فاش نكون كنبريزونتي نوض نتلعكم في شي حاجه، ننسى لونشينمون ديال هذا الشيء وما نعرف ما نقول، نتصدم ونبقى هكا غير واقفه. بحال انسيكوريتيز يعني حاجات اللي خايفه منهم، ما باغاهمش يوقعوا، لان انا وقعوا غنحس بالاحراج، غنحس بشحال من حاجه. دونك تنقول واش انا دابا هاد ستريس اللي انا فيه وهاد لا سيتوياسيون ديالها كمزيره على راسي وخايفه ومخلوعه وغنترعد، واش غيعاونني نحصل لداك الهدف، الهدف اللي هو ما خصنيش نحرج راسي؟ لا بالعكس، هاد الشيء هاد ستريس هذا هو اللي يقدر يوصلني لداكشي اللي انا ما بغيتوش. دونك نحيدو ستريس. وهكا كنت ديما كنقول لراسي، عارفه كي راكم ما غاديش تحسوا يعني اليز 100% سي نورمال، ولكن اللي ما خصكمش تخليوه هو داك ستريس يعني يسيطر عليكم لدرجه ما تبقاو عارفين والو. لا، تيقوا في داك البارتناريا اللي عندكم ما بين لي نوت ديالكم، السكريبت ديالكم، وانتوما ولا بريزونطاسيون. الا كانوا مصاوبين مزيان وباتقان، راه حتى لا بريزونطاسيون غادي تدوز مزيان، ماشي مشكل الا ترعدتي في الاول مي ابخي تمالكتي نفسك حيت صافي بديتي وحسيتي براسك او لقيتي راسك عاقل وبقيتي هابط على داكشي واحد حاجه بحاجه، غادي يدوز كلشي مزيان. دونك فوالا، كانوا هادو هما النصائح ديالي بخصوص يعني كيفاش نبريزونتي. دابا ندوزو لا بارتي كيما قلنا قبيل، كيسيونمون وديبا وداكشي كامل. بون، خصكم تكونوا عارفين كو لي بروف راه داروا هادشي 100 مليون مره، يعني راه ماشي نتوما الاولين ولا الاخرين اللي غادي يدوزو، فهما هادشي ديجا دازو منه، فما تحاولوش يعني ستريسيو راسكم وتقولوا البروف غيت انفيست معايا بزاف وغيدخل معايا في لي ديبا وغيدخل معايا في هذا. بيان سور يقدروا يكونوا شي وحدين بحال هكا، بالحق لا ماجوريتي ديالهم يعني كيعطيوكم دي كيسيون على حساب داكشي اللي كيقراوه غير في لا سيرفاس نتاع الغابور. دونك هنا اللي نقدر ننصحكم واللي درت انا بيرسونيلمون، بحال لو وجدت دي ريبونس ستاندار، حاولت يعني نستيما ونقيسي شنو هاد الكويستشنز اللي غيقدروا يسولوهم ليا، وفاش هما غادي يسولوهم ليا انا كنت موجده يعني دي ريبونس اللي غادي نقولهم. وحتى زعما الا كانت لا كيسيون ديالهم بعيده بزاف على نتوما شنو وجدتو، بتيتر بداو بداكشي اللي وجدتو لا ريبونس ديالكم. بيان سور خدو وقتكم اومو واحد 10 ولا 20 سكوند اللي تفهموا فيها لا كيسيون، ماشي مشكل، وداك ساعات تبداو تجاوبوا. هنايا وجدوا يعني طريقه الجواب ديالكم، فتقدروا تبداو بداك الجواب اللي نتوما اصلا موجدين.
كوم صا بحال تقول كتستدرج لو بروف اللي قدامك والجوري اللي قدامك داك الجواب اللي انت قلتي، بما ان انت كتكون قلبتي عليه فكيكون 100% صحيح، فهما كتاخذ الاتنشن ديالهم كيعرفوك انت راه ماشي غير كتهضر من فراغ وتتقول دو نابورت كوا بحال راك موجد حتى حاجه، او موان كتكون قلتي شي حاجه صحيحه. بعد ديك الساعه دوز لا بارتي اللي غتجاوب فيها على لا كيسيون ديالهم، لا كيسيون الا كانت ديريكت. حاول يعني تفكر في داكشي الشيء ديالك، انا قلت لكم يعني تكونوا ضابطينهم مزيان هو لانتروديكسيون اللي كيكون فيها التيم وكيكون فيها لا بروبليماتيك وحتى لا كونكلوزيون، حيتاش هما هادو لي بارتي اللي كيجيوهم ساهلين ياخذوا منهم دي كونسيبت اللي يسولوكم فيهم. دونك نتوما حاولوا توجدوا اجوبه على اسئله في هاد الشيء هذا، ولا تو سامبلومون الى ما عرفتيش فقول ما عرفتش وما تبقاش تخرج وتدخل في الهضره. عرفتي تجاوب وتبارك الله، ما عرفتيش فتو سامبلومون قول انا ما عرفتش ولكن راني غنمشي نقلب على هذا الشيء من بعد، حيتاش سي انتريسون و ديما عطيو الحق لو بروف وحاولوا توريوه كراكم نتوما كوميم درتو واحد لي فور، ولكن حتى لما عرفتوش راه انا غنمشي وغنقلب على هذا الشيء باسكو كيبان لي بصح كو افيكتيفمون غيكون عنده علاقه مع لو سوجي. الى شي مونبر ديال الجوري يعني قال لكم راكم غلطتوا في هذه او لا شي حاجه بحال هكا ما تعصبوا ما حتى حاجه، بالعكس خاصكم تبقاو ديما خليين الضحكه في وجهكم وديما يعني تعطيو الصح كما قلت لكم للجوري، يقول له وي بيان ايفيدامون انا كنعترف. يعني ما تحاولش اكسبليكي راسك شي طريقه خايبه، تقدر تاكسبليكي بطريقه مزيانه، قول مثلا انا جو مو سوي كونسونطري على هذا الشيء لدرجه انه يعني مشات ليا هاد لانفو او لا شي حاجه بحال هكا، المهم تلقى كيفاش تسر لك راسك. وحتى الا كان البروف معاك يعني رود او لا حسيتي براسك حشمك قدام لا فامي قدام الناس اللي حاضرين تما، خصك تبقى انت ديما يعني اللي ضاحك. عرف كو هاد كما قلت لكم قبيل هاد لي 15 مينوت هي اللي بقات، فما غتخليش 15 مينوت ليك او لا شي حاجه بحال هكا، يعني خصك بالعكس كنت تبقى ديما مفكر كو صافي راه بقات غير هاد ليطاب وها انا ساليت، بقى محترمه سورتو لو ريسبي نتاع الجوري. فوالا جو بونس هادشي اللي كان بغيت نقول لكم بخصوص لا سوتنونس، كنتمنى حتى نتوما ديالكم دوز مزيان، نتمنى انكم بالعكس تاخذوا هادي يعني ك اوبورتونيتي باش تدوزوا اخر لحظات ديالكم ديال يعني المسيره الدراسيه الا كنتو بيان سور ما غاديش تكملوا حاجه اخرى. بالحق ملي كيبقى واحد لو مومون اللي هو زوين كنصح اي واحد فيكم يعني يصوروا، كونوا عارفين كراها ماشي شي حاجه فريمون كتخلع، بالعكس عادي بحال اكسبوزي ما غدوز من هذا الا واكيد راك دستي من وحدين قبل بالليف، مي اتس جاست اكسبوزي راه ماشي شي حاجه اوت اوف ذا اورديناري ولا ما عرفت كاع منين جايه، راه دايره بحال اي اكسبوزي وبالعكس يعني كتكون موجد ليه وكلشي. بزاف ديال الناس كيبقاو يعني كيزيدوا فيها ولا كيقولوا لا هذه راه لا سوتنونس بي اف او كدا كدا، يس راه بصح ولكن راه ماشي زعما شي حاجه اللي غريبه عجيبه، بالعكس 15 مينوت يعني انا فوالا هادشي اللي كنت ديما كنقول راسي كنقول 15 دقيقه 15 دقيقه عطي راسك 15 دقيقه كوني فيها يعني مرتاحه ما امكن باش دوز. صافي دازت بكل يعني سهوله، بصح في الاول حسيت حتى انا بداك لو ستريس فاش يلاه بديت داك لو بونجور الاولاني وغنبدا نهضر، بالحق اون فوا انطلقت ديابو الثانيه الثالثه حسيت براسي صراحه مزيان فريمون، ما حسيتش براسي ما كان فيها شي ستريس، حيتاش قلت لكم انا ترفعت وهادشي اصلا اللي كيوقع لي في لي بريزونطاسيون دائما، حقاش دماغي كيبقى صافي خدام كيبقى بحال مركز 100% على داك لا ميسيون وهي انه نفوت هاد 15 دقيقه ونشرح داكشي اللي انا كنت نتسنى هادي مثلا دو سيمين وانا كنوجد ليه باش نشرحه، فكيبدا بحال ميسيون اون وكنبدا طن 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 كتسالي لا ميسيون ديالي. فاش كتسالي داك 15 دقيقه نحاولوا ما امكن بينو الجوري على انه راه حنايا فاهمين داكشي اللي كنقولوه من خلال يعني الحركه اليد ديالنا، نشوفوا شويه في الجوري نشوفوا شويه في الناس اللي جالسين، ما بقاوش غير هكايا لا، باش حتى البادي ديالنا لك البادي لانجويج حتى هو كيساعد كيبين على اننا رحنا مرتاحين ورحنا عارفين واش نقولوا. وفوالا دونك كانت هذه لا فيديو نتاع بريباراسيون سوتنونس، كنتمنى نكون عاونتكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير شويه من هذه لا فيديو. الا كان عندكم دوتغ كيسيون اللي تبغيو تسولوهم ليا سولوني سوا اون انستغرام سوا خليو ليا الكيسيون ديالكم في لي كومونتير غادي نحاول نجاوب عليهم. ثانك يو سو سو ماتش فور واتشين، بون كوراج ثقوا في راسكم كلشي غادي يفوت، هذه هي الحاجه اللي ديما خليوها في عقلكم سي كو كلشي غادي يفوت.
راكي ما دوزتي هاد النهار، غادي يدوز النهار اللي موراه، كيما دوزتي هاد الساعه غادي تدوز الساعه اللي جايه، دونك ما كاين لاش نبقاو نتخوفوا من شي حاجه اللي غادي تدوز، وغنخليو ستريس ديالنا يوصلنا لداكشي اللي حنا ما بغيناش نوصلوا ليه. دونك ديما خليو هاد الفكره هادي في راسكم، وفوالا بون كوراج، ثانك يو سو ماتش فور واتشينغ، السلام عليكم.